وزعت هيئة الأعمال الخيرية كسوة وفوالة العيد على أكثر من 1150 أسرة فقيرة ومتعففة، وقد خصصت الهيئة جزءا من فوالة العيد على شكل بطاقة مشتريات ذكية تماشيا مع الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا. وتسهل هذه البطاقات حرية الشراء من الجمعيات التعاونية المنتشرة في مختلف إمارات الدولة. وكانت الهيئة قد وزعت في يوم عرفة طرودا وبطاقات شرائية للمواد التموينية الأساسية للأسر التي فقدت عملها بسبب الأوضاع الصحية الراهنة، وقد استفاد من هذا المشروع 550 أسرة.